أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور
مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله.